لعبوا الفريق الأول للنادي الأهلي من ضغط المباريات الكثيرة في الفترة الأخيرة سواء في الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأرجع لاعب الأحمر تراجع المستوى البدني والفني إلى ضغط المباريات وعدم الراحة نظرا لتوالي المباريات والتحام المواسم. يستعد الأهلي لمواجهة إنبي غدا السبت ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.